وتحتفل معهم العبقريات البشرية والضمائر الحرة بمولود انتظرته الأجيال واسترأبت إليه الإنسانية المعذبة بكل تطلعاتها وآمالها ليخرجها من الظلمات إلى النور، ألا وهو بطل الإسلام الخالد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فلقد ولد الإمام واستقبله الرسول الكريم وأشرف على صياغته وتربيته حتى طبع فيه نفسه ويقيه ووزيره الذي كان يسمع ما يراه الرسول، وتوسعت ثقافته حتى قال: والله إني أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض. وأضاف قائلا: لو كشف لي الغطاء هدت يقينا. ولذلك اختاره الرسول الأكرم تاج رأسه ورأس ماله، وتحدث عنه قائلا: علي بمنزلة رأسي من بدني. ولقد تشبع الإمام من الإسلام والقرآن حتى لم تكن تنبض مشاعره إلا بالحق والقرآن. ولهذا الواقع صحت فيه أقوال الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، علي باب حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا، علي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، علي وجهه في الجنة فسوف بالصبح لأهل الدنيا، عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. ثم خاطبه الرسول قائلا: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقد أكد عمر بن الخطاب هذه الحقيقة حينما قال: كنا ننظر إلى علي في أيام رسول الله كما ننظر إلى النجم. وقد كان علي أحد ركن الإسلام في كلام الرسول العظيم، حيث قال: لولا سيف علي ومال خديجة لما قام للإسلام عنيد. وأصبح علي كل الإسلام عندما أصبح عدوه كل الشرك في يوم الخندق، عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. ثم كانت ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، ولولا تلك الضربة المدية لم يكن اليوم على وجه الأرض إنسان واحد مسلما. وحتى لو سكت القرآن والرسول عن فضل علي عليه السلام لنطقت صفاته وآثاره بكل ما يعلو ويزيد. أوليس
هو الذي كتم أعضاؤه فضائله بغضا، وكتم أنصاره فضائله خوفا، ثم ملأت ما بين المشرق والمغرب، وحتى لو أنكره الناس جميعا لهتفت بعظمته الأرض والسماء، وقدسه موضع كل ضربة سيف أو نبضة فكر. أوليس هو الذي هتف له جبرائيل بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. وهكذا لا يكون لي إلا أن أقف عن أمام عظمته المعجزة، فشاعر يعتصر قلبه صورا وألواما تكريما لتلك البطولة الواسعة التي لا يحيط بها البيان ولا يستوعبها الفكر، مرددا: Thank you.
الإسلام وسواه كفر دائف وظلام. فدع المبادئ كلها في معزل، إن المبادئ كلها هدام. وأعمل لتطبيق الكتاب مجاهدا، إن العقيدة مصحف وحكام. واسحق جباه الملحدين مرددا، لا السجن يرهبني ولا الإعدام. ومدها الإسلام وسواه كفر زائف وظلام. فدع المبادئ كلها في معزل، إن المبادئ كلها هدام. واعمل لتطبيق الكتاب مجاهدا، إن العقيدة مصحف وحكام. واسحق جباه الظالمين مرددا، لا السجن يرهبني ولا الإعدام. الكفر حسد كل إمكاناته، والدين قوض وامتنى الإسلام. إن قيل عصر النور هذا قلت بل عصر الظلام. له السدود نظام، فالمسلم الشيعي فيه مجرم، والأفلق البعثي فيه إمام. له الشدود نظام، فالمسلم الشيعي فيه مجرم، والأخلق البعثي فيه إمام. والطائفية ولها من فتنة الأمياء، يلهب حقدها الأقزام. والطائفية جددت تاريخها، فإذا لها الحكام والأحكام. والطائفية لونت أجياءها، وتعورت في أرضها الأفلام. لكنها هي لم تغير ذاتها، فشعارها الإرهاب والإرغام. دستورنا القرآن نهتف به، وشعارنا في العالم الإسلام. ويلها من فتنة خرقاء، يوقظ جمرها الأزلام. الطائفية جددت تاريخها،
فإذا لها الحكام والأحكام، والطائفية لونت أجزاءها وتطورت في أرضها الأفلام، لكنها هي لم تغير ذاتها، فشعارها الإرهاب والإرغام. دستورنا القرآن نهتف باسمه، وشعارنا في العالم الإسلام، وزعيمنا الكرار لا نيتي. وشعارنا في العالم الإسلام، وزعيمنا الكرار لا ميكي لا مارك لا القسيس لا الحاخام. وشعارنا في العالم الإسلام، وزعيمنا الكرار لا ميكي لا مارك لا القسيس لا الحاخام. وزعيمنا الكرار لا ميكيل لا مارك لا القسيس لا الحاخام. مشت الشعوب يقودها استعمار، يحدو لها الطاروخ والأقمار، وتطايرت باسم السلام حمائل من ريشها تتطاير الأقدار. وين الشعوب شرارها أسياجها، ويسود أسياد الشعوب شرار، والعالم الأملاق أصبح لعبة يجتاحها الإرهاب والإنذار. قد آن أن نختار نحن مصيره من قبل أن يختاره الكفار. الشعوب يقودها استعمار، يحدو لها الصاروخ والأقمار، وتطايرت باسم السلام حمائم من ريشها تتناثر الأقدار. ويل الشعوب شرارها أسيادها، ويسودهم مستعمر كفار، والعالم الأملاق أصبح لعبة يجتاحها الإرهاب والإنذار. قد آن أن نختار نحن مصيره من قبل أن يختاره الكفار. قل للعزيز
قل للعزيز أصابنا الضراء فحياتنا داء وأنت دواء أرض العراق أرض العراق مجازر ومآثم والرافدان مدامع ودماء العزيز أصابنا الضراء فحياتنا داء وأنت دواء أرض العراق مجازر ومآتم والرافدان مدامع ودماء والشعب والشعب آخر ما يفكر فيه مسؤول والشعب آخر ما يفكر فيه مسؤول وأهداف وراء أهواء والشعب إن يذكر فللتضليل لا ليسود أو ليسوده الحكماء والشعب بالحكام ملحمة الهوى ووليمة يرتادها الأمراء لا ظل إلا للشعوب وإنما للحاكمين الكبر والغلواء لا ظل إلا للشعوب وإنما للحاكمين الكبر والغلواء فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما قد أرقته حساسة سغباء أو هل أردتم حاكما يقوي على جوع ليأكل قوته الفقراء أو هل سمعت أن مسؤولا كسته قطيفة وله الرصيف فناء إلا عليا من تعالى أبصر حاكما قد أرقته حساسة تغباء أو هل أردتم حاكما يطوي على جوع ليأكل قوته الفقراء أو هل سمعتم أن مسؤولا كسته قطيفة وله الفلاة فناء أو من يواسي المسلمين فلا يحيف به العطاء ولا يجور قضاء إلا عليا من تعالى قدره وتقدست بسماته الأسماء سلب الرفاق ترى الورى وتراءهم فغدوا حيارى لا ترى الوتراء لا كلما الفقراء ادقع فقرهم والأغنياء غدوا وهم فقراء والاشتراكيون أضحوا برجوازيين في جمع الثراء الثوائي
هدوا حيارى لا شرا وشراء لكنما الفقراء ابقع فقرهم والاغنياء غدوا وهم فقراء والاشتراكيون اضحوا برجوازيين في جمع الثراء سواء داسوا اطاف المحصنات داسوا اطاف المحصنات لانهم لقطاء لم يعرفهم الاباء لأنهم لقطاء تكثر فيهم الشركاء والناس عندهم شعوبيون قد لفظتهم الرجعية السوداء قد سادتهم الرجعية السوداء وهم الشيوعيون إلا أنه زادتهم الأموية النسراء قد لفظتهم الرجعية السوداء وهم الشيوعيون إلا أنه زادتهم الأموية الخرقاء لو لم يكونوا ملحدين لما رضوا بالمشركين وفيهم الدخلاء لكنهم راموا قيادة أفلق لو لم يكونوا ملحدين لما رضوا بالمشركين وفيهم الدخلاء لكنهم راموا قيادة أفلق إذ لم يكن فيهم له أكفاء أوليس قد سماه يعرض أفلقا وبقلبه حقد الصليب دماء وأبوه جاء لأرضنا مستعمرا والأم فارسية أجماء والأم فارسية
جدة أجماء هذا الأريدة. وبعت به وطنية أرباء هم جربوا في الشعب حرياتهم هم جربوا في الشعب حرياتهم وانفضت الحمراء والصفراء ثم انتلوا والناس أحياء وهم أموات أو جسم وهم أحياء وانجربوا في الشعب حرياتهم وانفضت الحمراء والصفراء ثم انتلوا والناس أحياء وهم أموات أو جسم وهم أحياء قتلوا فلم يبقت لهم ثغر وقد سقطوا فلم تنقب لهم خرساء جاءوا فكانت لعنة حمراء ومضوا فكانت فرحة بيضاء حتى تقوم حكومة الإسلام والسلام عليكم.